السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في الفيديو غادي نشوفوا الجزء الثالث من درس كالكول تريغونومتريك وهو ابسيس كيرفيلين لين بوين افصول المنحني لنقطه غادي الدائره المثلثيه التي مركزها او واصلها النقطه اي يعني دو سونتر او اي دوريجين اي اذن وحددنا وعرفنا واحد المنحه ديال الدوران ان سونس ديريكت دو دي روتاسيون autour du cercle ابارتور دو بوان اي اذا من النقطه اي هنا الاصل ديال الدائره المثلثيه هنا عندنا صفر هنا النقطه جي هي عندنا بي سيغ دو وهنايا عندنا بي نصف دائره كتساوي بي الى درنا في لو سونس نيجاتيف هنا صفر اذا هنا عندنا موان بي سيغ دو وهنا موان بي سيغ دو غادي نزيدو موان بي سيغ دو اللي هي موان دو بي سيغ دو اذا غن هنا عندنا موان بي غنعتبر واحد النقطه ام كتنتمي لهاد الدائره المثلثيه هاد الزاويه اي او ام كتحصر لينا واحد القوس اللي هو اي ام سوا اكس لا لونغور دو لارك اي ام ليكون اكس طول القوس اي ام قلنا الزاويه اي او ام بالدغري كتساوي لينا واحد العدد مثلا اللي هو مثلا نقولوا هاد اكس هو الطول ديال اي ام بالراديان اذا مثلا الى قلنا مثلا هاد اي او ام كتساوي 45 درجه هي يعني نيست كتساوي 45 درجه 45 درجه بالراديون هي كتساوي بي سيور 4 اذا هات اكس كيساوي بي سيور 4 اذا المسافه الطول ديال هذا القوس اي ام هو بي سيور 4 اذا هذه النقطه هنايا هنايا عندها بي سيور 4 اذا كان اكس لا لونغور ديال لاك اي ام يعني مثلا بي سيور 4 اذا هات اكس هو يوناب سيسكور فيلين دو بوين ام اذا هات اكس يسمى اوفصول منحني للنقطه ام والاكتب ام اونط بارونتيز اكس إذن اذا الى كان مثلا هاد قلنا هاد الزاويه اي او اف 40 درجه ايكيفالون ا بي سير 4 اذا نقدروا نكتبوا هنايا هاد القيمه ديال هنا هاد النقطه هذا هنايا عندنا بي سير 4 اذا نقدروا نكتبوا ام اونط بارونتيز بي سير 4 اذا بي سير 4 اوتيل نابس 6 كير فيليني دو بوان ام جيد Si x appartient à, à l'intervalle moins pp, on dit que x est l'abscisse curve principale du point M. Il n'y a qu'un head x qui est l'intervalle moins pp, yani et, et il n'y a qu'un moins p ou pi. J'ai dit que le moins pi, on a l'intervalle ouvert, ou J'ai dit que le p est a l'intervalle fermé. Il n'y a qu'un x qui est un de moins pi et pi, qui est a qu'un head x et كنعرفوا ان هو الافصول المنحني الرئيسي للنقطه ام غنشوفوا حنا هاد بي سيغ 4 اسكو سي لابسيس كيرفيني برينسيبال دو بوين ام غنشوفوا بي سيغ 4 نتاكدوا نديروا بي سيغ 4 مثلا حنا محصور بين موان بي اي بي ونشوفوا واش بصح محصور ما بين موان بي و إيه بي ها موان بي و ها بي يعني غتضرب دوره كامله لو سونس ديريكت يعني في لو سونس بوزيتيف اذا غادي نقسمو على بي غتقول لينا موان ان سور و ان واش 1 سور محصوره ما بين موان زا ان إيه. سي أيوة. هنا غنديرو حنا واحد المستقيم مدرج صفر واحد موان واحد على اربعه هي شي حاجه اذا واحد على اربعه هي هدي. واحد على اربعه محصوره بين موان زا إيه. اذا كنستنتجو بان بي, بي سور لابسيس كيرفيلين ديال c'est le point M où est-ce le point M endroit abscisse curvilinee il est à droite de sur 4 là maintenant nous allons faire le sens positif le sens positif a, là, p cette, cette, M, à droite pi sur 4 cette pointe M a pour abscisse curvilinee pi sur 4 il est dans un arc de autour du cercle

4p اللي هي بي بلس 16 هي 17 بي سور 4 عاوتاني الى ضربنا عاوتاني دوره اخرى غنزيدو 2 بي اذن غنوليو زدنا 6 بي اذن بي سور 4 بلس 6 بي هي 24 بي بلس بي هي 25 بي سور 4 اذن هاد لو بوان ام ا اون انفينيتي دابسيس كيرفيلين عنده واحد العدد غير منتهي ديال الافاصيل المنحنيه عنده مثلا بي سور 4 ايل ست دو بي هي 17 بي سور 4 ايل ست عاوتاني سته بي هي 25 بي سور 4 اذا واحد العدد غير منتهي ديال الافاصيل المنحنية ولكن غير كاين غير واحد الافصول منحل رئيسي اللي هو بي سور 4 هو اصغر عدد اللي محصور بين موين بي اي بي كذلك الا مثلا نظرنا في المنحه السالبه بي سور 4 غادي نديرو بي سور 4 وغادي نزيدو هذه المره موين دو بي حيت المنحى السالب الى درنا دوره كامله هكذا غنزيدو موين دو بي اذا بي 4 موين دو بي اذا هي -7 بي 4 حتى -7 بي 4 ايتوناب 6 كيرفيليني ديال لو بوين ام اذا باش حنا لما... باش خطرة نزيدو دو 4 بي 6 بي ولا نزيدو موين دو 4 بي موين سي بي يكفي أن نكتب بي 4 Plus, ce, le point M, A pour l'abscisse curviline, l'abscisse curviline, le point 1 qui est le chèque X plus 2KP. Nous avons maintenant le point M, l'abscisse curviline, qui est le P sur 4 et le P sur 4 plus 2KP. Nous avons le cas qui est le qui est le l'ensemble Z. Maintenant, il y a un K qui s'est ouvert sur P sur 4 plus 0, P sur 4. Il y a un K qui s'est 1, idem P sur 4 plus 2P, idem 17P sur 4. Il y a un K qui s'est 2. jour, P sur 4 plus 4P. il so, idem, les abscisses curves, il y a point 1 qui est le X plus 2KP. Il y a K est un Le mejo-Z, est un entier relatif. S'appelle X plus de KP, pour tout cas appartient à Z, s'appelle une abscisse curviligne du point M. Exercice d'application. Représenter sur le cercle trigonométrique les points A, B, C, D et E d'abscisse curviligne respective. Les points maintenant, le point A. A pour abscisse curviligne pi sur 4. On a le point B pour, euh, pour abscisse curviligne moins P sur 4. C, on a D on a E. شوفوا هذا لو سيركل لو سيركل قلنا دو غايون ان أه اي دوريجين اي اذا كنبداو من من اي هنا صفر هنا بي سيغ دو عاوتاني حتى لهنا بي ندورو في لو سونس نيجاتيف اذا صفر موان بي سير دو. وهنا عندنا موان بي اذا بي سيغ ساهله بي سير كاتر هي تكافئ خمسة درجه اذا 45 درجه لا. زاويه اي او جي هي 90 درجه اذا بحال غادي نرسموا لابيسيتريس ديال لونغل اي او جي 45 درجه نقولوا مثلا هذه الزاويه هي هذه هذه هي 45 درجه اذا <applause> <الـ. تصفيق> لو بوين ا ا بور ابسيس كير فيلين بي سير 4 هذا هو لو بوين ا بحيث الزاويه هذه الزاويه كتساوي 45 درجه اللي هي ليكيفالون ديال بي سير 4 نشوفو موان بي سيغ 4 موان بي سيغ كاطخ إذا غادي نشوفو في جيه السفلى فين كاين عندنا القيم السالبة إذا غادي نرسمو مستقيم كيمر من النقطه أ عمودي على أو إي بمعنى غادي نرسمو لو سيميتخيك ديال أ باغابوغ أ لاكس أو إي إذا غادي ترسم لو سيميتخيك مماثلة النقطة أ بالنسبة للمحور أو إي إذا النقطة بي ذات الافصول الملحني 1 بي على 4 هي هذه 1 بي على 4 دابا عندنا دي 7 بي على 4 حنا عارفين بي على 4 هي هذه اذا 2 بي على 4 هي هذه اللي هي بي على 2 3 بي على 4 4 بي على 4 5 بي على 4 6 6 بي 7 بي 8 بي, بي واش حنا بقى نحسبوه حتى نوصلوا 17 بي على 4 لا اذا شنو هو الحل غادي نكتبو هذا 17 بي على 4 على شكل عدد اكس هذا اكس محصور ما بين بي وبي بلوس دو كابي بلوس مضاعف ديال ديال بي ولكن كل عدد زوجي اذا هاد 17 بي على 4 كتبوا على شكل اكس زائد جوج كابي بحيث اكس كينتمي لانترفال مو بي بي بمعنى غادي سوف نحدد الافصول المنحني الرئيسي ديال 17 بي على 4 اذا هاد 17 على بي على 4 قلنا نكتبوها على شكل اكس بلس دو كابي بحيث اكس كينتمي للانترفال موان بي بي اذا اش غادي نديرو هاد 17 بي اما غادي ننقصو بي ولا زيدو بي نشوفو اذا نقصنا مثلا بي اذا غتكون عندنا 16 بي آه، اذا 17 بي غنقسموها على شكل 16 بي زائد بي الى قسمنا 16 بي على 4 غتعطينا 4 بي و 4 بي هي مكتوبه على شكل 2 كابي اذا هاد 16 بي 17 بي هي 16 بي على 4 زائد بي على 4 اللي كتعطي لينا 16 بي على 4 هي 4 بي بلس بي سور 4 وهاد 4 بي مكتوبة على شكل دو كابي اللي هي جوج في جوج بي جيد إذاً لابسيس كيغ فيليني ديال 17 بي على 4 هو بي سور 4 إذن هاد النقطة سي اللي لابسيس كيرفيلين ديالها 17 بي على 4 لابسيس فيلين برينسيبال هو بي على 4 وبي على 4 ديجا راه متنا اذا النقطه A والنقطه C اي سون كونفوندي اذا C 17 بي على 4 لان قلنا حسب لوكو اي نقطة من الدائرة المثلثية عندها اون انفينيتي <applause> هنا لاحظوا جيدا عندنا عندنا بي على اربعة وعندنا حتى سبعتاش بي على اربعة كذلك دوت ابسيس كيرفيلي ما لا نهاية نشوفو بي سيغ دو موين بي سيغ دو اذا غادي ندورو غادي نشوفو المنحى السالب اذا هنا عندنا موان بي سيغ

Je vais vous donner moins 2 pi. Il y a moins 4 pi sur 2. Nous avons un moins 4 pi plus pi, moins 3 pi. Il y a moins 4 pi sur 2. Il y a moins 2 pi plus pi sur 2. La mesure principale ou l'abscisse curviline principale est moins 3 pi sur 2. Il y a pi sur 2. Iden y a d normalement y est moins 3 pi sur 2 Iden hi had mockta il est confondu avec le point G. Idan mortat vini moins 3 pi sur 2 et then kalina moins 2 pi sur 3 moins 2 pi sur 3 et puis, هنا صفر غادي في المنحه السالب اذا نقولو مثلا بي سيور 3 موان بي سيور 3 هي هذه اذا موان بي سيور 3 اذا موان دو بي سيور 3 غادي تكون غادي تكون هنايا يعني. موان دو بي سيور اذا لو او أه. موان دو بي هي هذه موان دو بي Alors, est chez le 2p sur 3, à est x plus 2kp, elle a déjà moins 2p sur 3, appartient à, à l'intervalle moins pp. Un autre exercice, déterminez la mesure principale de chacun des angles de mesure. 7p sur 6, 19p sur 3, 31p sur 6, moins 25p sur 7, 2021p sur 3. اذا شنو غادي نديرو هاد سيت بي سيغ سيس حنا بغينا لا ميزيو برانسيبال شنو هي لا ميزيو برانسيبال بغينا نكتبو هاد سيت بي سيغ سيس على شكل إكس بليس دو كا بي بحيث إكس محصور ما بين موان بي إي بي شنو المعنى ديال دو كا بي إذا خصنا نكتبو إما على شكل مثلا شي حاجة مثلا بي سيغ دو بليس دو بي ولا كاتر بي ولا موان دو بي ولا موان كاتر بي هاد كا راه كينتمي للزيت كا يعني عدد صحيح نسبي نشوفو هاد سبعة بي سير سيس بي غادي على شكل عدد إكس زائد جوج كابي مثلا حنا هاد سبعة بي عندنا في المقام ستة أجيو نديرو ليها ستة بي زائد بي إذا ستة بي زائد بي على ستة جيد إذن هي ستة بي على ستة اللي غادي تعطي لك بي بليس بي سير سيس واش كتبنا سات بي سير سيس على شكل إكس بليس دو بي، يعني شي حاجة زائد جوج بي ولا ربعة بي ولا ناقص جوج بي ولا ناقص ربعة بي لا را بي سير سيس نقولو هي إكس ولكن هاد بي ماشي هي جوج بي ولا كات بي ولا موان دو بي إذا عندنا مشكل إش غنديرو ملي يكون عندكم مثلا مشكل بحال هدا غنوريكم الطريقة حتى حنا بغينا دو بي مثلا بغينا دو بي عندنا عندك هنا غي بي زيد نتا بي ونقص بي ما هات بي غتعطيك بي, بي جيد وهاد بي سير سيس زيدها مع موان بي بي سير ب موان بي ب كتعطيك بي موان ستة بي كتعطيك موان بي سير سيس جيد اذا واش كتبنا 7 بي سير 6 على شكل اكس بلس دو كابي ها اكس ها دو كابي دو كابي هي دو بي حيت كا كيساوي العدد واحد اذا -5 بي سير 6 هي لا ميزور برانسيبال دو دو بي سير 6 كاينه طريقه اخرى اذا هنا 7 بي سير 6 هي دو بي -5 بي سير 6 -5 بي سير هي لا ميزور برانسيبال حنا غلطنا درنا بي حصلنا على بي بلس بي سير 6 درنا زدنا بي ونقصنا بي الطريقة الأخرى إلا بغيتي تكتبها مباشرة سيت بي سيغ سيس غادي تشوف المضاعف ديال ستة ضرب ستة في جوج مباشرة ستة في جوج بي كتب لي طناش بي طناش بي, بي نقص منها سبعة بي هي خمسة بي إذا خصني نقص هنا خمسة بي باش نحصل على 7 بي إذا موين 5 بي جيد إذا 12 بي على ستة غتعطيك دو بي وموين 5 بي إذا حصلتي مباشرة على هاد لا برانسيبال هي موان بي إذا موان بي هي لا ميزور دو دو سات بي نشوفو كما تلاحظون عندنا المقام ثلاثة البسط 18 البسط كبير بزاف على المقام، إذا شوفو المضاعف ديال تلاتة لي قريب لتسعطاش لي هو نورمالمون بي، إذا تسعطاش بي غنكتبوها على شكل 18 بي. زائد بي اذا 18 بي على 3 زائد بي على 3 18 بي على 3 هي 6 بي زائد بي على 3 اذا فوالا كتبنا على الشكل اكس بليس دو كابي ها دو كابي حيت كا كيساوي العدد 3 جوج 3 بي اللي هي 6 بي اذا بي سي 3 هي لا ميزور برانسيبال دو لونغل دو ميزور 19 بي سي 3 نشوفوا معذره نشوفوا واحد و على ستة واحد و على ستة شنو هو المضاعف ديال عدد ستة قريب لواحد و هو نورمالمون هو ثلاثين ثلاثين مضاعف ديال ستة ولكن إلا قسمنا ثلاثين على ستة تعطيك بي غنديروها بالعاني حنا نديرو ليها ثلاثين بي على ستة بلس بي على ستة ثلاثين بي على ستة تعطيك بي وعندك بي سيرسيس. هذا هو اكس واش هذا هو دوك بي راه 5 ماشي المضاعف ديال 2 اذا عندنا مشكله اذا 5 بي حنا بغينا 6 بي اذا نزيد بي ونقص بي هذا بي مع 5 بي غتعطيك 6 بي وهاد بي سير مع موان بي هي ماذا بي موان سيس بي اللي كتعطيك موان بي سير إذا واحد بي سير سيس هي ستة بي موان بي سير إذا موان بي سير هي لا دو, دو ميزور بي سير سيس. أو بطريقة إن أخرى إلى ما بغيتي تكتبها مباشرة شنو هو المضاعف ديال العدد ستة قريب حيت الا قسمتي على 6 غيكون فيه المضاعف ديال عدد 2 اذا عندنا 36 36 هو المضاعف ديال 6 ملي غنقسم 36 على 6 لاحظوا جيدا شنو هو المضاعف ديال عدد 6 قريب ل 31 و 36 وهاد 36 الا على 6 تخرج لي 6 حيت 6 هي المضاعف ديال 2 خصني انا دو كابي اذا 36 بي الا حنا عندنا 31 ناقص نقص 5 بي ناقص 5 بي على 6 اذا فوالا 36 بي على ستة كتخرج لك هنا ستة بي ناقص خمسة بي على ستة هذه هي طريقة غنوريكم واحد الطريقة أخرى واحد وثلاثين بي على ستة غادي تقسم القسمة 31 على العدد ستة واحد على ستة هي خمسة خمسة في ستة ثلاثين من واحد تبقى لك واحد غنزيدو صفر ونديرو هنايا الفاصلة عشرة على ستة هي ثلاثة جيد ثلاثة في 6 18 تبقى لك خمسة في 5.3 حنا شوفوا غير ليا هاد لوكوشيو. شنو هو 5.3 الا إيه خدينا حنا بغينا ناخذ واحد العدد صحيح الا إيه خدينا مثلا عدد خمسة خمسة ماشي المضاعف ديال عدد جوج لا غادي من 5.3 نوصلو حتى حنا الستق. اه المضاعف ديال جوج هي جوج في ليش إيه غدير هنا عندنا عدد موجب نقص غتنقص خذ لك العدد اللي قريب 5.3 بي حيث هذاك العدد المضاعف ديال 2 اللي هو 6 اذا غتنقص 6 ولكن تزيد بي ناقص 6 بي ودابا ودابا بسط هي 31 بي ناقص 6 بي في 6 اللي هي ناقص 36 بي على ماذا على 6 31 بي ناقص 36 هي ناقص 5 بي على 6 اذا 1.5 بي سير 6

خمسة عشرين على سبعة إذا ثلاثة ثلاثة في سبعة واحد وعشرين غتبقى لينا ربعة نزيدو إذا هنا غتعطيك خمسة ثلاثة خمسة في سبعة خمسة وثلاثين خمسة إذا ونوقفو شنو هو العدد الصحيح لقريب قريب تلاتة فاصلة خمسة اللي هو إلا خدينا مثلا تلاتة المضاعف ديال جوج إذا غادي ناخدو إذا حيت المضاعف ديال جوج دابا هنا عندنا عدد سالب قبيله 31 بي على 6 درنا بي على 6 نقصنا 6 بي ولكن دابا عندنا عدد سالي اش غنديرو غادي نزيدو ماشي غادي شنو غادي غادي بي إذن هي تعطينا موان بي فوا هي 28 إذن زائد زائد بي على ماذا على سبعه Moins 25 plus 28, ça donne moins 3, donne moins 3p sur 7. donne moins 3p sur 7 est la mesure principale de l'angle de mesure, moins 25p sur 7. Puis, il y a 31p sur, on 31 sur, on 31 sur on 6, on va diviser 31 sur 6. Ça donne 5 sur 6, c'est 30, ça donne 1, 10, donc 5 أه خمسة في ستة هي تلاتين أه عش أه بقات لينا واحد نزيدو صفر عشرة على ستة اللي هي واحد خمسة فاصلة شي حاجة ما خديناش العدد خمسة لأن خمسة ماشي المضاعف ديال جوج خدينا العدد ستة نقصنا كما قلت لكم هنا ملي كيكون عندكم عدد موجب غادي تنقصو درنا ناقص ستة بي ولكن هنا كان عندنا عدد سالب اش نديرو غادي نزيدو زدنا ربعة بي إذن موان 25 بي سيغ سات كتكتب على الشكل

هاد العدد كيبان كبير بزاف سيرتو البسط اش غنديرو نقسمو هاد الفين وواحد وعشرين الفين وواحد وعشرين على ثلاثة. فان ديفيزي بار تخوا تعطينا ستة ستة في ثلاثة تمنطاش غتبقى لينا جوج غادي نهبطو جوج على 3 هي سبعة سبعة في وواحد وعشرين لينا واحد وإذا غادي نزلو واحد حداش على ثلاثة هي ثلاثة ثلاثة في 3 هي تسعود غتبقى لينا هنا واحد إذن عشرة على ثلاثة إذن تلتمية ستمية وثلاثة وسبعين في ثلاثة واش ستمية وثلاثة وسبعين هو المضاعف ديال عدد جوج لا إذن غادي ناخدو حنا مثلا ستمية وربعة وسبعين غادي ناخدو العدد ستمية وربعة وسبعين حيت ستمية وربعة وسبعين مضاعف ديال العدد إثنين أش غنديرو حنا عندنا هنا عدد موجب إذن غادي نقصو غادي نقصو ستمية وربعة وسبعين بي ودابا هاد ضربوها في ثلاثة شوف شوف شحال تعطي لينا ثلاثة في ربعة اثناش ثلاثة في سبعة واحد وعشرين مع واحد هي اثنين وعشرين ثلاثة في ستة 18 هنا تعطيك عشرين إذا إذا الشي غيعطيك ألفين بي ناقص 674 بي في ثلاثة غتعطيك ألفين بي على ماذا على ثلاثة إذا نمسح هذا الشيء باش يبان لكم مزيان اذا 2021 ناقص 2022 هي ناقص ناقص واحد اللي هي ناقص واحد بي اللي هي ناقص بي اذا ناقص بي على 3 كما تلاحظون 2021 بي على 3 كتساوي لينا هاد ناقص بي على 3 هاد ناقص 674 بي اللي هي غنردوها للطرف الايمن غتولي زائد 674 بي اذا كما تلاحظون كتبنا العدد 2021 بي على 3 على شكل اكس بلس 2 كابي بحيث اكس محصور ما بين موان بي اي بي و 2 كابي هنا العدد كا الا قسمتي 674 على جوج غنعطيك هذا العدد كا اذا لينا 674 مضاعف ديال العدد جوج اذا موان بي سيغ 3 Et la mesure principale de l'angle de mesure 2021 p sur 3. Quelle est la باش تلقى لا ميزيو برانسيبال ديال لونكادغومون انا ما كنصحكمش بها هي طريقه شي شويه فيها الخدمه وتضيع ديال الوقت مثلا بغيتي حنا ناخذوا على المثال سات بي سيس حنا بغينا نكتبوا هاد سات بي سيغ سيس على شكل اكس زائد دو كابي بحيث هاد كا كينتمي لونسومبل زيت اذا هاد اكس كينتمي سو هاد اكس لا ميزور برينسيبال باش يكون لا ميزور برينسيبال خص يكون ينتمي للانترفال اكس غينتمي الى لانترفال موان بي بي اجي وحده غادي نجيو نديرو نكتبو اكس نردو اكس للطرف الايسر ولا للطرف الايمن اذا اكس شحال كيساوي غادي نكتبو هنايا حنا اذا اكس شحال كيساوي اكس نخليه هنايا غادي نرد هاد دو كابي للطرف الايسر اذا هي 7 بي سير 6 موان دو كابي جيد وقلنا إكس محصور بين موان بي, بي اي بي اذا المعنى بان هاد سيت بي سير سيس موان دو كا بي ستكون محصورة بين موان بي و بي, بي جيد اذا باش غنديرو دابا في هاد التاطير غادي على عدد بي غنقسمو هاد التاطير كامل عدد بي حيت عندنا هنا بي اذا موان بي على بي غتعطيني موان زاد 7 بي 6 على بي غتعطي لي 7 سير 6 2 دو على بي غتعطي لي موان دو و بي على بي غتعطي لي واحد دابا غادي نتخلص من هاد 7 على 6 اذا خصني ناقص 7 على 6 ناقص واحد ناقص 7 على 6 هي ناقص واحد في 6 هي ناقص 6 7 اللي هي ناقص 13 على 6 اذا هنا ناقص 13 على 6 وهنا عندي موان دو كا وهنا غتكون عندي واحد ناقص 7 على 6 اذا 1 ناقص 7 على 6 تخرج لي 6 اذا هي ناقص 1 على 6 اذا ناقص 1 على 6 ودابا عندي العدد ك مضروب في العدد ناقص 2 اذا خصني نقسم هذا التاطير على العدد ناقص 2 اذا لاحظوا جيدا جيت دابا قلت لكم التاطير في شويه الخدمه اذا ك محصور بين ماذا وماذا اذا ني غادي نقسم على العدد السالب ناقص 2 يتغير الترتيب هذا ناقص 13 على 6 غتمشي للطرف الايمن ناقص 13 على 6 على ناقص 2 وهذا ناقص 1 على 6 غتجي للطرف الايسر ديال التاطير على ناقص 2 اذا ك محصور بين هنا دير انا تقلب لينا قلبنا اذا ناقص 1 على 6 على ناقص 2 هي ناقص 1 على 6 في المقلوب ديال ناقص اثنين هي ناقص واحد على اثنين اذا ناقص واحد في ناقص واحد غتعطيك واحد اذا واحد على اثناش جيد وهد ناقص وهنا ناقص ثلطاش على ستة ناقص 13 على ستة على ناقص جوج هي ناقص 13 على ستة في ناقص واحد على جوج اذا هي غنديروها هنايا باش تبان ناقص 13 على ستة في ناقص واحد على جوج اذا 13 على 12 اذا هي 13 على 12 اذا كما تلاحظون العدد ك محصور بين 1 على 12 هنا صفر هنا 1 1 على 12 هي صفر فاصلة شي حاجه نقولوا 1 على 13 هي هذه 13 على 12 هي 1. شي حاجه اذا 13 على 12 وحنا هذا العدد ك ينتمي للزيد عدد صحيح نسبي اذا اذا 1 على 12 قلنا يا صفر فاصله شي حاجه وهذاك العدد كمحصول ما بين 1 على 12 و13 على 12 اذا هذاك العدد ك راه ضروري غيساوي لينا واحد, واحد اذا دونك ك كيساوي واحد الا كان ك كيساوي واحد غادي تعوض اذا هنايا اذا 7 بي سير 6 كيساوي اذا معادله هذاك اكس كيساوي 7pi sur 6, qu'est-ce un va Il est moins 2 fois 1 fois pi, de moins 2pi. Il est 7pi sur 6, moins 12pi. Il est 7pi, moins 12pi sur 6. Il est like, moins, moins 5pi sur 6. إذن, voilà le clima, il a dit x, là, là, la mesure principale, et l'angle de mesure 7pi sur 6, est moins 5pi sur 6. كنصحكم باش تلقاو لا ميزيو برانسيبال ديال انونغل غتستعملوا الطريقه ديال التبسيط اللي درناها قبيله يعني غتبسط مثلا اما تقسم البسط على المقام او تشوف مضاعف ديال المقام قريب لهذاك العدد اللي كاين في البسط اذا تكتب هذاك العدد الكسري اللي عندك على شكل اكس بلس دو كابي كنتمنى بانكم استفدتوا سالينا هذا الجزء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته